كل امرأة تقول الراجل تعب مني مش قادر أصدق إن ما عليهاش ولو جزء من المسؤولية. صحيح في أسباب أخرى، لكن لابد عليه جزء من المسؤولية. حتى الرجل لو غلط بره وعجبته أي امرأة أخرى، لو دخل بيت وشاف مراته يقول أنا غلطان في إن أنا فكرت فكر وحش بره. معقول الملاك الطاهر الإنسان التي تحتمل كل متاعبي وتريحني وتحبني الحب ده كله وتتفانى في خدمتي وفي إرضائي أنا أسيبها عشان أي واحدة بره؟ لازم كده. لكن من 5 أشهر تطفش الراجل؟ مش معقول، ده أنت مستعجلة خالص، مستعجلة. هو طبعا الامر اللي مش فاهمه ان الراجل بعد من 5 أشهر وهي حبلة في 6 أشهر، هو غالبا يعني ابتدى يزهق منها، بس هي بعت الجواب بعد ما زهق. يعني ما تجيبيش العيب على الراجل، ما تجيبيش العيب على الشيطان، فكري ازاي تغيري اسلوبك في التعامل مع الراجل. انا بتكلم الكلام ده كله مش عشان الست دي بس، عشان كنتوا نفسكم، كل الستات الموجودين. اذا المرأة فقدت ابتسامتها وفقدت وجهها البشوش، ما تفتكرش ان الراجل متزوج امرأة بقصد ان ياخد فضيلة الاحتمال. مش معقول. مش متجوزها عشان تعلمه الصبر. مش معقول. فاذا فقدت بشاشتك وابتسامتك يبقى دي مقدمة لفقد الرجل. فقد الابتسامة والبشاشة والمعاملة الطيبة والرقة واللطف والأنوثة دي مقدمة لفقد الرجل. وخصوصا الراجل عنده متاعب بره البيت ما يكفي، من الشغل، من التعامل، من الأمور المالية، من حاجات كتيرة جدا، مش ناقص كمان جوه البيت. أنا خايف الست دي تقابلني برة تتخانق معايا. تقول لي أنت جاي عليا كده ليه؟